الفنانة المطربة أصالة، إيه كان سبب اختيار حضرتك لأغنية كوميدا كان ليه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عشان تغنيها في المهرجان القومي للموسيقى العربية؟ أنا أغنية كل ده كان لي لها ذكريات عندي، يعني كانت الأغنية المحببة لوالدي، كانت بكل سهرة يغنيها أو يغني شوي منها بس. وأنا حفظتها الحقيقة، يعني حفظتها أنا من والدي وسمعتها مرة واحدة بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. بس أنا الطريقة أخذتها من والدي، طريقة غناء هالأغنية. والفالت كل اللي كانوا موجودين حسوا انه انا الفالت عم اقوله من عندي، يعني انا الفالت ما حاولت حتى اسمعه من الموسيقى محمد عبد الوهاب، حتى ما اقتبس شيء منه حتى اقول شيء خاص فيني، يعني انا التزمت بالاغنيه بلحن الاغنيه بالميلودي وعملت الفالت كله من عندي. يعني هي اكثر اغنيه يمكن ظهرت امكانيات صوتي من الاغاني اللي قدمتها انا بالقاهره. ممكن نسمع كوبليه من كل ده كان ليه؟ حاضر. كل ده كان ليه لما شفت عيني، كل ده كان ليه لما شفت عيني حني قلبي وانشغلت علي وانشغلت علي حني قلبي وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كان ليه كان ليه ليه. الفنانة المطربة أصالة، حضرتك اتعلمتي ايه من الموسيقار سيد مكاوي؟ يعني احنا لما اجينا على القاهرة ما كنا نعرف هذا غيره، ف البدايات كلها مع الملحنين مع الشعراء كان هو اللي عم يساعدنا فيها، وساعدنا بأمور التسجيل كمان ما كنا نعرف حدا، فهو كان مساعدنا على طول مع الفرقة بالاستوديوهات، فعلى طول كان معنا حتى بالأمور الخاصة، يعني كان هو حامل مسؤوليتنا. يعني بالنسبة لي أنا سيد مكاوي هون، يعني هو والدي بالقاهرة. طب المطربة أصالة اتعلمت إيه من الفنان محمد سلطان؟ يعني محمد سلطان الأغنية سامحتك، على فكرة أنا كنت طالبة منه أغنية قصيرة، وأنتي بتعرفي إنه أغنية سامحتك هي الأغنية اللي ضربت بالوطن العربي لإلي بألبومي هذا الأول الحمد لله. ولما سجلت أنا أثناء تسجيلي حتى يعني كنت متمنية لو تكون الأغنية أقصر من هيك، لأنه عملت ثلاث أغاني طويلة اللي هم للموسيقار محمد الموجي، الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الشيخ سيد مكاوي، فكنت بدي أغنية قصيرة أنا يعني أعدل فيها الكاسيت، وكانت سمحتك طويلة بنفس طول الأغاني الباقية، فسجلتها ما كنت متوقعة لها النجاح. والحقيقة أن محمد سلطان كمان يعني كثير من الناس اللي كانوا الفنان، يعني هو بكل تصرفاته فنان، محمد سلطان لطيف جدا ودبلوماسي وملحن كبير، ليه ملحن موسيقار، يعني ما بده حدا يحكي عنه. هو الموسيقار محمد الموجي. احكي لك قصة صغيرة، هو عطى والدي لحن بعام 68 بنفس يوم فرح بابا، اسمه يا هوا، كلام سوري والحان الموسيقار محمد الموجي. وانا بعشق اغنية الرضا والنور سيد ام كلثوم، وكنت على طول برددها بالسهرات بحفلاتي بمقابلاتي، اكثر اغنيه لسيده ام كلثوم من الاغاني القصيره اللي انا بحبها كثير كثير، وخاصه برمضان انا على طول بسمعها. فكان حلمي اني اخذ الموسيقار محمد الموجي، ولما اتصل فيه شيخ سيد مكاوي وقال له انه في صوت وبدي يعني انه بدي اخذ منه لحن، فطلب مبلغ كبير كثير، يمكن كان هو بده يطفشنا ما بده يعطيني، ما كان سمعان لسه صوتي. فقال له اوكي، وانا كنت كثير متمسكه اني اخذ من محمد الموجي. رحنا لعنده ووديت له كاسيت كنت مسجله لو تعرفوه،
ومن أول كلمتين يعني أنا كنت لسا عم أقول لو تعرفوا يعني غير رأيه بالسعر اللي طلبه وقال لي إنه أي شيء أنتي حتدفعي أوكي. وكان معي متساهل وكان لطيف كتير وتفهم صوتي وحتى يعني رغم فرق السن اللي بيني وبينه بس صار في صداقة كبيرة بيني وبينه وتشرفت بإنه عطاني هات قلبي وروح. حضرتك ذكرتي بأنه كان إدى لوالدك زمان؟ ذكرته. هو تذكرني لما قلت له أنا أصالة مصري والدي مصطفى فتذكر الحادثة مباشرة إنه يوم فرح بابا كان عم يسجل بابا يا هوا وتأخر عن الفرح وتذكر الحادثة كلها يعني.